الو، ايوه طلبه. يوه، وبعدين بقى معاك، انت جايبني هنا عشان اقعد اكلم في نفسي ولا ايه؟ مالك يا سيلوقي؟ مفيش يا سوسو، بليز سيبني في اللي انا فيه. ايه اللي انت فيه؟ يا اخويا احكيلي. احكيلي يا خولة، فضفضلي. انا تعبان يا سوسو، الظروف اتغيرت خالص. انا كنت في الاي سي، فجأة لقيت نفسي في كوليدج عادية. كل ده بسبب الفلوس، مبقاش في فلوس. يا اخويا ده انا ما كملتش تعليمي من اساسه، ده انا ابويا كان نفسه يشوفني دكتورة قد الدنيا. غيرش بس الظروف، هو ده يعني بس اللي مضايقك؟ هو ده يعني شوية، بيحصل ايه تاني اكتر من كده؟ طب يا لؤلؤ انا هحلها لك، ما تشيلش هم. تحللي ازاي؟ مالكش فيه، اللي انا هقوله لك تنفذه بالحرف الواحد. لا 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 يا سامح، انت شقي قوي، وبعدين معاك يا مسيبتي. اه يا خاينه، كان عندي حق لما شكيت فيكي. مسيبتي انا تخونيني مع عيل سيس زي ده؟ هو في ايه؟ انت مين؟ انت تخلص خالص. انزل يلا، انزل، وقف لي اهو. عايز تعرف انا مين؟ انا الزوج الاهبل، انا الزوج المخدوع، انا اللي وثقت فيكي وبعت كل حاجه عشان اتجوزك، في الاخر تبعيني يا خاينه. انا لازم اقتلك واشرب من دمك، بس قبل ما اقتلك لازم اقتلك انت الاول. لا ابوس ايدك، ما تقتلنيش، ابوس ايدك. اخلص، اقلع عيلك، كل حاجه معاك. وانا موافق، بس ارجوك بلاش مسدس. يلا بلاش. اخلص. وريني جمال موبايلك يا روح ماما. امشي انا بقى. بتشوف يالا من غير النضاره دي؟ لا ارجوك بلاش النضاره. يلا عشان تمشي تحسس. مش هشوف. يلا بالشفه. اخلع. ايه يا اخويا، الزبون مشي، عجبتك اللعبه ولا ايه؟ وانا ايه اللي انا عملته ده؟ قلت عاوز فلوس، جبت لك فلوس. الله. طب يلا يلا يلا. يا حلاوتك يا بنتي يا سوسو، يا حلاوتك. معانا العربيه ومعانا الفلوس ومعانا بيرة كمان. العز حلو قوي. عز ايه يا بنتي؟ انت شفت عز في حياتك؟ الحاجات دي لو بعتها ما تجيبليش تمن قعده واحده من اللي بقعدها. طب امسك ايدك شويه. امسك ايدي؟ هلا ايدي بلا رجلي، هسهرك سهرة النهاردة ملهاش حل. الو، اه طلعتي. بقولك ايه، عايزك تجيب لي نص فرش حشيش. لا 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 لا، بقولك ايه، اخلص دلوقتي دلوقتي حالا. يلا مع السلامة. طلعت ده انا ماضي واصل امانه على نفسي. هقول له طلبه ايه؟ يا لهوي. طب الفراخ كانت الحاجه؟ لا، حاجه اتسرقت. يا لهوي. يما يما. ايه في ايه مالك؟ ما لقيتيش يما كيسه سودا في حشيشه الفراخ فوق؟ كيسه سودا؟ لا،
يا سنتك السودا يا طلعت. يا يا خرب بيتك يا طلعت. يا واد الكيسه السودا دي فيها ايه؟ ما تفهمني. فين البيت وفاء يا ام؟ فين وفاء؟ انا هوفي ايه؟ بقول لك يا بت، وانت بتاكلي الفراخ فوق ما شفتيش كيسه سودا تحت البلاطه؟ لو ربنا ما شفت حاجه. نار اسود عليا وعلى سنين السودا وعلى اللي هيحصل لك يا طلعت. افهم بقى، الكيسه السودا دي فيها ايه؟ فيها فلوس ومدكنها عليا ولا ايه؟ خرب بيتك يا طلعت، اتبهدلت يا طلعت. اتبهدلت ايه؟ يا واد طمني، وقعت قلبي وفي ايه؟ استني بس يا ام. الو، يا لؤي يا لؤي الحقني يا لؤي، انا في مصيبه. تليفون لؤي مقفول بقاله كام ساعه، انا قلقان عليه قوي. خليكي انتي ورا التليفون المقفول ده لحد ما تبقي خارج نطاق الخدمه. بصصي يا حبيبتي، ده لؤي بيموت فيا. حلو لحد هنا، لكن انك انتي تموتي فيه هو ده اللي مش مطلوب. ليه بقى يا حبيبتي؟ تقصدي ايه؟ سيبك من الحب والكلام الفارغ ده. هو ممكن مبقاش حب بس مش كلام فارغ. وايه كمان يا انثى الكنتالوب؟ يا بنت بطلي هزار شويه، انا بكلمك جد. انت عارفه انا اول ما بشوف لؤي ده بحس انه كان وحشني قوي. شكلك كده هتتكفي على وشك يا بنت. فوق اصحي لصحي ياكلك، احنا ورانا بقى عايزه تاكل وتشرب، ده غير ان احنا لازم نعمل قرشين حلوين في اليومين الزرق دول. محدش بيموت من الجوع، وبعدين هو عيب ولا حرام اني افكر في نفسي شويه؟ وحياة شواتيري دول، لا تندمي وتقولي يا ريت اللي جرى مكان. قصدك ايه يا بتسي حقودية انتي؟ قصدي انك تفوقي من الوهم اللي انتي عايشة فيه ده وتدوسي على قلبك. يا بت احنا ما ينفعش نحب، بلاها سكة، ولؤي ده مش سكتك خالص. يعني انتي مستكترة عليا يا زوزو، احب واتحب زي كل الناس. يا بت انتي صعبانة عليا، انتي مش عارفة هينوبك من ورا الحكاية دي ايه. ركزي في شغلك، الكباريه محتاج لك يا زوزو. منزلني على ملا وش ليه؟ حقيني يا زينة، البضاعة اتسرقت. يا لهوي، البضاعة اتسرقت ازاي؟ كنت مخبيهم في عشة الفراخ، طلعت اقضي مصلحة للزبون ما لقيتش أي حاجة منهم. في حد يخبي حشيش في عشة فراخ؟ أهم طاروا يا كرودي. زينة بقى وحياة أبوكي مش حابة تقطيب. أنا قلت عشة الفراخ أمان، وأنا عمرهاش تخطر على بال حد، وهو بعدين تبقى بعيد عن البيت لو حصل الكبسة ولا حاجة. زين وحياة أمي واقفي جنبي، ضم الدنيا على وصل أمانة ب5000 جنيه ومعاده بعد أسبوع، ورحمة أبوكي ما تسيبيني. اتصرف وهات الفلوس لطلبة بأي طريقة، لحسن يذبحك أنت وعيلتك كلها. طب وأجيب الفلوس منين؟ أنا مش عرفني تجيب الفلوس منين. أنا طالعة يا أخويا، وبقى كلمني عن محمول عشان تطمني. لو لقيته مقفول بقى ما تقلقش، أنا راح على الكوافير. ماشي؟ هو فين؟ بتلاقيه يا زينة؟ ده الحاج كان أقرع. يا ابوي، ايه الكلمة اللي انت كاتباها ده؟ المقالة دي هتوديك في داهية. يا حبيبي انا كتبت عن الواقع والورا اللي احنا فيه، عن فساد المؤسسات الحكومية. يعني الكلام ده حقيقي؟ اه طبعا حقيقي، يعني هتتبلى عليهم الحكومة دي فاسدة والنظام ده فاسد ولازم يتطهر. حبيبي انت مش عارف ايه اللي بيحصل في البلد. هديك مثال، الدكتور عصام ده اتجوز الدكتوره مرة، وهما الاثنين بيشتغلوا في نفس القسم. شوف بقى الصدفه الغريبه، بنتهم اللي اتخرجت الخامسه على الدفعه بتعينت معاهم معيده في نفس القسم. وشوف بقى الصدفه الاغرب، ابنهم اللي جاب تقدير جيد بس، يعني في حوالي 200 واحد جابوا تقدير اعلى منه، هو كمان متعين معاهم. تقدر تقول لي هما متعينين ازاي؟ عشان البلد ماشيه كده. بس تعين كيف؟ هحاول افهمك، يعني انت مثلا لو اتخرجت بتقدير امتياز. انا مش انت طبعا، بعد الشر عليك، انا بتكلم على الطلبه المتفوقين اللي بيتخرجوا بتقدير امتياز وما بيتعينوش بعد ما يتخرجوا على طول. بيستنوا لما الجامعه تطلب دفعه جديده، وساعتها بقى بيروح يقدم ورقه، فالجامعه تختار من اللي قدم ورقه مش من اللي حصل على تقدير اعلى. والاعلان ده سبحان الله ما بيعلنش الا في الصيف، يعني محدش يعرف عنه اي حاجه الا الدكاتره اللي شغالين في الجامعه. علشان يلحقوا يظبطوا نفسهم، معارفهم، قرايبهم، مش اصحاب الكفاءات. يا ولاد اللعيبه يا دكاتره، دول مش دكاترة. بس أنا برضو مصر إن المقال ده لا يمكن يتنشر في الجامعة. هحاول أنشره في أي حتة،
اذا ما اتنشرش في الجامعه هنشره في جورنال الامل بتاعنا. هنشره يعني هنشره. يعني رايحه في داهيه رايحه في داهيه. ما احنا في داهيه كبيره اهو، مش مهم، المهم الناس تعرف الحقيقه. يلا بينا على الجورنال ونكمل كلامنا هناك. يلا بينا ونطلع من الجورنال على المعتقل. يلا بسرعه. لا يا بابي انا كان عندي 3 محاضرات بابي، نص ساعه ماكسيمم هكون عندك. طب اوكي بابي، باي باي. لؤي هاي. هاي ازيك؟ كويس. وانا ممكن اسالك سؤال؟ طب هو انت فعلا كنت في الاي او سي؟ اشمعنى سؤال عادي يعني، مش عايز تجاوب ما تجاوبش؟ لا خلاص، انا فعلا كنت في الاي او سي. طيب سؤال بقى تاني يعني، بس مش عادي. هو فضول ليس الا يعني، وانت ليه سبت الاي او سي؟ ظروف. ظروف؟ بس بصراحه انا كان ليا زميلتي في الاي او سي، يعني كنا متصاحبين، وبعدين هي كانت اميره، اميره عربيه، برنسيس. برنسيس؟ وبعدين كانت عايزه تتحكم فيا. طبعا انت عارف الرجال المصريين ما ياكلش معاهم الكلام ده خالص. بصراحه قررت ان انا اسيبها. قعدت تطردني كل ما اروح حته تيجي ورايا، كل ما اروح حته تيجي ورايا، خنقتني. كنت سايب الجامعه كلها. قررت الانسحاب. انت تعرف ان انا كنت هدخل اي او سي فعلا؟ وايه اللي حصل؟ على اخر لحظه قررت ان انا ابقى في تجاره القاهره. زعلان ولا ايه؟ انا ايه اللي زعلان؟ ده من حسن حظي ان انا اقابل واحده جميله واموره زي كده. نايس تو ميت يو. انت كنت امريكان سكول؟ اه كنت امريكان سكول. وايه اللي حصل؟ سؤال غريب جدا. انت اسمك ايه؟ انا اسمي ماجي. ماجي؟ اه اسمي جميل قوي ماجي. قولي لي بقى ميكو، تعالى اتمشى شويه عشان اوكي يلا خبر هنا. انت في سنه كام؟ انا في سنه اولى. اولى حلوه اولى. انت ساكن فين يا لؤي؟ انا ساكن في الشيخ زايد، بس اليومين دول يعني قاعد عند تيتا في مصر الجديده. وانت؟ انا في جاردن سيتي. حلوه برضه جاردن سيتي. طيب انا مروحه، انت معاك عربيه؟ اه طبعا معايا عربيه، امال يعني ايه؟ بس المشكله ان هي اليومين دول في الصيانه. اه في الصيانه. طيب انا ممكن اوصلك لاقرب مكان، وبعدين انت بقى تكمل مواصلات، تركب تاكسي زي ما تحب. مواصلات؟ ماشي، ابقى اخد تاكسي. هي عربيتك دي؟ عربيتي. حلوه وجميله زيك. طب يلا. يا لؤي، لؤي. ايه في ايه؟ مالك؟ معايا حتة الخمسين اللي شاريهان ولا صراف؟ شش وطي صوتك. امسك هات هوات الباقي، انجز. صباح الباكر انا هردها لك. صباح الباكر ايه؟ ما ينفعش. طب بكره بقى، بكره طلع بكره. مفيش غيرها، الله يخرب بيتك. يلا. بقول لك ايه يا ماجي؟ انتي هتضطري توديني مصر الجديدة. خد اخر 500 جنيه كانوا في جيبي والفيزا في البيت. ومال ولا طول انك تتواضع وتركب معايا العربيه. تحت امرك يا باشا. يا سلام، عينيا الاتنين ليك، انت تؤمر من غير اي حاجه. اه بس الموضوع بتاعك مع موظف نزل قوي، هحاول اخلصه لك ان شاء الله. تؤمرني يا عماد باشا، مع الف سلامه. يا سلام. لا يا حاج، الختم ده مش واضح. ما هو واضح يا بيه. يا حاج انا اللي عارف، هيقولوا عليا مزاور. مع السلامه. نور يا معالي الباشا. ربنا يخليك يا رياض. ازاي صحة حضرتك كده؟ الحمد لله. كده يا سيدي ورقك سليم، اتفضل مع الف سلامه. يا ترى عملت ايه في الموضوع بتاع عماد باشا؟ عماد لا، ما هو لازم يجي بنفسه هو وكل الورثه علشان يمضوا قدام. يا عم هتشغل دماغك ليه؟ انا استلمهوله. ما ينفعش يا رياض، وانت سيدي العارفين وعارفني كويس قوي، احب القانون، الاوراق دي اوراق قانونيه لازم تبقى مظبوطه. يا عم ده انت المصلحه، ده الشهر العقاري كله بتاعك. يا عم شغل دماغك وافتح درجك، الراجل هيظبطك تظبيطه اللي هي. يظبط مين يا رياض؟ انت اتجننت في عقلك؟ انا حتى هيظبطك.
عبطني. طب 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 بالراحة بالراحة. بس بس أنا اللي طلعت غبي، ما أعرفش إنك طلعت حمار. يلا ماشي. يظبطني؟ لا يا سيد، مش عايزين حد يظبط. انت فين يالا؟ ده طلبة قلب عليك الدنيا من الصبح. كانت ناقصة وشك ده. عايز ايه طلبة؟ عايز يتملى في عينك يا سيد، عايز الإيراد يا اخويا. إيراد؟ إيراد ايه؟ انا لسه ما بعتش الحاجة. ده مش ذنبنا يا حبيبي، احنا بنلم الإيراد أول بأول. يا عم ده نظام كنت. أنا ليا نظام تاني. أنا بحب ألم الفلوس كلها وأبديها لكم على بعض. قول لي طلبة كده. النظام ده عندكم في بيتكم يا حبيبي، احنا بنلم فلوسنا أول بأول. ماشي. سهنتك اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه بس؟ امان انا عايز اقعد يا رب. معاك فلوس؟ معايا يا رب. طب استنى انت يا طلعت. العب ال 100 جنيه دي يا عم الحاج. استنى انا يا طلعت، استنى انت ما تلعبش، انا هلعب انا. انت غشيم لحسن تخسر. انت كسيب. يلا حبيبي وزع. ايه؟ خد لك سيف، خد لك سيف. كمان سيف. انزل. انزل. بس يابا نام كده، نام كده يابا. يا اسكت انت غشيم. اسمع مني يابا كده حلو. نام. اسكت خلي قلبك جامد وانزل اخر كارت. يابا نام كده. اخي سندك الصبح يا طالع. الفلوس دي كلها يا طالب؟ في ايه بس يا زينه؟ هات الفلوس. الله هاتي دي فلوس شغل. الله في ايه؟ فلوس الشغل؟ ما انا عارفه يا اخويا معانا ايه ومعناش ايه. مش فاهم يعني تقصدي ايه؟ يعني مش على زينك الكلام ده، انت بتعمل شغل من ورايا. يا بنت دي فلوس واخدها من الناس، مقدمه لبضاعه، ناس عايزه مني بضاعه عشان يسترزقوا منها. والله شغلانتنا دي ما حدش بيدي الفلوس دي كلها مقدمه. وبعدين ما انا لسه شايفه البضاعه ومتممه عليها بنفسي، ما اديتهمش منها ليه؟ انت بتحقق معايا ولا ايه؟ مالك يا زينه في ايه؟ عايزك تقول لي الحقيقه يا طلبة، انت ورا اللي حصل لطلعت ولا لا؟ الله 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 الله. وانت ايش عرفك بقى باللي حصل لطلعت؟ انا بسالك سؤال جاوبني عليه وقصر. اسمعي يا زينه، انا شايف ان الواد طلعت ده واكل دماغك زياده عن اللزوم. سيبيني بقى اوضبه لك بطريقتي واطلعي انت من نفوخي. انت حاطط نقرك من نقره ليه؟ مش طايقه ليه؟ ما تسالينيش انا، ما بسالي الباشا. وبعدين معاك يا سوسو، انت مش ناوي تجيبيها لبر ولا ايه؟ خير. هو انا عملت حاجه غلط ولا ايه؟ حكايتك مع الواد اللي اسمه لؤي ده. لؤي؟ ايوه يا اختي لؤي حبيب القال. قصدك الواد المفلس الكاتيال؟ انا حره اعمل اللي انا عاوزاه. يا بنت عقالي انت مجنونه، الحب عميك على حاجات كتير انت مش شايفاها. وغلاوتك عندي يا مستر سطوحي، قلت لنا نفس الكلام ده. لؤي ده انا عامله زيه زي اي زبون، معاه فلوس نقعد معاه، ما معاهوش ما يلزمناش. فوقي يا سوسو، يا بنت ما تبقيش فقريه، شغالي الاريحه فكري. بصي لامك واخواتك، ولا انت عايزه تصرفي عليه معاهم؟ عندكوا حق. ايوه كده ناصحه، يبقى زيه زي اي زبون، نقلبه اول باول. ماما تعبانه، بابا عايز يعمل عملية بالشيء الفلاني واحنا ما معناش. مصاريف اخوتي في المدرسة معكنينة مزاجي، الكوافير صيط شعري ومحتاجة احط شواتير. كل ده وهو معاه فلوس، وهو ما معاهوش يبقى ما يلزمنيش. ايوه كده. الواد طلعت ده مش ناوي يجيبها البر، عمال يهيس عليا وكل شغلي بلم الفلوس من العيال. الواد ده طلع الا ريس. لا يهبل، الواد ده حويط، تحس من اول طلع كده انه عيل اهبل.
لكن هو مش سهل، انت بس اللي مش وزنه صح. عموما اصبر عليه لغايه اخر الاسبوع. عليا النعمه، الواد ده فرتك البضاعه وسايح فلوسها. الواد ده هيجي اخر الاسبوع ومعاه الفلوس، شيله من دماغك انت. المهم قول لي اخبار العيال التانيين ايه؟ السوق عافيه اليومين دول. لا يا حبيبي، انتوا اللي مش عارفين تشوفوا شغلكم. هي الناس لا تاكل عشان تتكيف يا طلبه. يا عم ان شاء الله مكاله، المهم يتكيفوا. اسمع لما اقول لك، تنزل انت وشوط المقاطع اللي معاك دول، البضاعه اللي معاكوا تخلصوها في ظرف يوم. عارف لو عيل منكم رجع بتوم نيه هديكوا كلكوا استماره سته. فاهم يا بقف؟ ماشي يا طلبه. يا مرحب. مرحبا يا سيدي. اديني ربع ربع لانشون من ده. لا ده مش لانشون، دي جبنه رومي. لا مؤاخذه، دايما عارف انها جبنه رومي. اديني ربع منها واديني عيش. كيس عيش حاضر وربع رومي. ممكن ادوقها؟ خد دي كبيره، خد دي. وده طعمها حلو قوي. لا لا والشيف يا حبيبي، ربنا يخليك. حسابك كام؟ حساب كده 10 جنيه، اتفضل يا سيادة. معلش بقى، انا مش عايز جبنه روم، عشان في الونزه الخنازير والحاجات دي. خنازير ايه يا ابني؟ ماشي. اديني جبنه قريش، ربع كيلو جبنه قريش. لا دي مش بالربع، دي بالحته. اديني حتتين. ماشي، حتتين، عايز نشوف اخرتها. حتتين قريش وكيس عيش. حسابك كام؟ 3 جنيه. 3 جنيه؟ دي الحته ب10 ساق عندنا في البلد. ماشي في البلد بقى. امسك. قول لي، انت جديد هنا في الحته؟ انا ساكن هنا من قريب عشان بدرس في كليه التجاره جامعه القاهره. اهلا وسهلا، على كل حال احنا بنحب الطلب. ومعاك ما معاكش ما يهمكش، يا اهلا بيك. استنى خد بقى فوق البيعه. ازيك كراميلا؟ اه كراميلا. ربنا، انت اسمك ايه؟ اسماعيل. ربنا يخليك يا ابو اسماعيل. طب كيس الاكل، كيس الاكل، ترغي فوع. الصبحيه وانا في الشباك مستنيه تمر عليا. السلام عليكم. اه عليكم السلام. الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر. عظمة على عظمة يا ست نبيلة. أنا قلت أعمل لك لقمة على ما أقصم، كشري يستاهل بقك. والله أنت حاسة بيه. تعرف يا خالد، حسب ما أعرف يعني إن الحب ما فيهوش مستحيل. يعني ممكن الواحد طويل قوي ويحب واحدة قصيرة، ممكن يبقى رفيع واسمر وبغمستين ويحبها وهي شويه شويه يعني ايه مربربه. ممكن يبقى غني وهي فقيره، ممكن يبقى عنده 20 سنه وهي عندها 55 45 وال 35. لسه شايفه فيلم اجنبي من قبل ما تيجي، يعني البطل اسمه الافشينو. بل ما فيشك يا رب. اتجوز البطله وخلفوا صبيان وبنات وعاشوا في تبات ونبات. طب خلاص انا هنام منك. قول لي ايه رايك بقى؟ يعني هو في النقص وشويه شطه. هو ايه؟ الكشري ده. انت طبخ ايه بكره يا على فكره يا ابني، انا في سؤال جوايا نفسي اساله لك. اتفضل يا بابا. لا استنوا بقى لما اقعد معاكم واسمع السؤال واسمع جوابه كمان. اتفضل يا حاج. على فكره انا يهمني قوي ان انا اسمع اجابه السؤال ده من ايهاب وانت موجوده. لا انا عارفه ابني كويس قوي، ده شاطر وهيجاوب ويجيب 10 على 10 كمان. 10 على 10 ايه بس يا ماما؟ هو احنا في امتحان؟ بص بقى يا سيدي، ان شاء الله لما ربنا يكرمك كده وتتخرج وتبقى وكيل نيابه قد الدنيا، انا وامك دي ملناش عندك غير طلب واحد. امر يا حاجه سلام. لا استنى انت يا ابو ايهاب، انا اللي اقول له بقى. احنا يا ابني نفسنا في حته عيل نلعب بيه، انت كبرت وتخرجت وهتشتغل وتنشغل عننا، نفسنا في حته عيل نتسلى بيه. يا سلام، يسلم فمك يا ست الكل. ان شاء الله بس يا ماما اشتغل واحط رجلي على اول طريق مستقبلي، هتلاقيني على طول اخترت بنت الحلال وادبس نفسي واتجوز، وتبقوا تدعوا لنا بقى باللي انتوا عايزينه. التجلبه في راسي يمين وشمال، لقيت ان مهنه الصحفي دي ما تصلحليش.
ليه بس الجو ده يا خالد؟ ليه كده يا ابني؟ مش طول ما افهمش فيه. ما انت لازم يا ابني تتعلم عشان تفهم، ولا هتفضل طول عمرك قفل. وهتعلم ليه؟ عشان بتاعت التمرين ما اخدش فلوس، ولما اشتغل اخد ملاليم. ما لازمنيش الشغلانه دي. لا لازمك يا خالد، لانها هتحسسك ان انت عضو فعال في المجتمع. عضو فعال؟ ما انا عضو فعال. مش معايا بطاقه؟ ادام معايا بطاقه ابقى عضو فعال في المجتمع. طب يا عم براحتك، انت حر. عموما انا رايح الحمام. حمام ايه السنه؟ مفيش حمام حريمي هنا، مفيش حاجه كده لازقه في الحيط. يا ولد لذينه، واكلينها ولا واخدين حقكم في كل حاجه. ما علينا، بقول لكم ايه، في حته حفله النهارده لفرقه وسط البلد تجانب، ايه رايكم نروح؟ والله فكره كويسه جدا، انا نفسي اسهر من زمان، وهي فرصه برضه نفك الاخ المكتئب اللي اسمه خالد ده. ما عندكش دم يا ابويا، لسه ميت، حفله ايه؟ انت مجنون يا ابني؟ الحي يبقى من الميت، دي حاجه معروفه. انا بقول كده برضه، بس يعني معيش فلوس اروح الحفله. يا افهمه ازاي ده؟ يا ابني سهام عزمان. يا بيني وبينك انا ما معيش فلوس اروح من الحفله. اخص عليك يا خالد، اخص عليك يا اخي. المشكله احنا اخوات يا خالد، سهام هتسلفك فلوس قبل ما الرابعه. يعني ممكن تسلفني 20 جنيه؟ اكيد طبعا. ربنا يخليك لي يا سهام، يبقى نروح الحفله. يلا يا ده انت مش دافع فلوس الجورنال ده، انت بتسرق اليومين دول ولا ايه؟ مساء الخير يا فندم، عرفت تشربوا ايه؟ مساء النور. عايزه كافيه لاتيه اكسترا ميلك وزاوت فليفرز. تشرب ايه مجهود؟ لا انا ما ماليش في الخمور، انا مش عايز اشرب، شكرا. طب هات له اورنج جوس. ميرسي. ما تخافش، انا اللي هحاسب. انا عارفه طبعا ان انت معكش فلوس. فلوس ايه؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ الحمد لله انا معايا فلوس. منين بقى ان شاء الله؟ ده انت شكلك صرفت كل اللي معاك على اللبس اللي انت لابسه النهارده. ده لبسي هدومي قديمه، الحمد لله انا عندي هدوم. بجد؟ تصدق ما خدتش بالي. بس حلو. يلا بقى خلينا نتكلم في الشغل احسن. ماشي تمام. فينك؟ بتصل بيكي بقالي ساعة. في ايه يا لؤي؟ بتتصل بيا 5 مرات في وقت واحد. ايه؟ روشتني. روشتك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده بدل ما تقولي لي سوري على انتقطت عليك ساعة. سوري؟ سوري على ايه؟ اتأخرت. فيها ايه؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه الوش اللي انت مديهولي ده؟ مالك فيها سوسو؟ مفيش. لا في طبعا. بس اهدي اهدي اهدي. قلت لك مفيش يا لؤي. طب اهدي بس شوية. تشربي الاول. لا يا اخويا مش عاوز اشرب حاجه، انا ولا عايز اشرب ولا عايز اكل، انا شويه وماشيه. مالك يا سوسو؟ مالك بقيتي ويرد قوي ليه كده؟ بص بقى يا ابن الناس، سيبك من حكايه حبي وحبك، ما تاكلش معايا. هو ايه اللي ياكل وايه اللي يشرب وايه اللي انت بتقوليه ده؟ زي ما سمعتني دلوقتي، انا مش بتاعه حب. انا لو سبت نفسي للحب هقعد في البيت، مش هلاقي العيش الحاف لا انا ولا اخواتي. ايوه يا سوسو بس انا بحبك. فكك بقى من الحوارات دي يا ابن الزواج. سلام، اصل هتاخر. متر. ميرسي قوي يا فؤاد، انا مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. كل الناس في محنتي سابتني، مفيش غير انت فضلت واقف جنبي ما سبتنيش. وهفضل طول عمري جنبك في اي حاجه تحتاجيني فيها يا بنتي. كفايه كده. هاي حبيبي. هاي لؤي. حرام عليك يا عليك كده. اخوكي جه اهو. ممكن ما تخافش. وطتي الكميله في ايه؟ في يا استاذ فؤاد. لا في بجد حقيقي والله. يعني هو انا كل مخرج واجي الاقي قاعد القعده دي؟ عيب يا ولد عيب. معلش يا فريده سيبيه، ده برضه زي ابني. انا مش ابنك وانت مش ابويا، ثم انا ما اعرفش ايه اللي بيجيبك هنا اصلا. ليه بس كده يا لؤي؟ ليه؟ ده انا بحبك. يا سيدي وانا ما بحبكش. يا قليل الادب يا عديم الربايه، هتفضل طول عمرك مستهتر كده؟ معلش يا فريده، معلش اهدي.
ده لولا وقفت اونكل فؤاد جنبنا كنا اتفضحنا. اهي وقفت اونكل فؤاد جنبنا دي وقعدت له قعده السودا اللي انا كل ما اجي الاقيها قاعدها لي دي هي اللي هتفضحنا. انا ماشي في 60 داهيه. اهدي انا هعصب وهدي لعلي. استنى لعلي. عايز ايه؟ اسمع لعلي انا عايز اتكلم معاك كلمتين مان تو مان. عايز اعمل معاك ديل. اولا يا ريت تتعامل مع والدتك بطريقه احسن من كده. طب سيب ايدي. ثانيا يا ريت تتعامل معايا انا كمان بطريقه الطف من كده. بقول لك سيب ايدي. واضح انك اتدلعت قوي. ابوك دلعك على الاخر بس انت خلاص كبرت ودلعك بقى ماسخ ومرق. اسمع لو ما تعاملتش مع والدتك بطريقة ألطف من كده أنا هخلي شكلك مش لطيف قدام والدتك وقدام أختك. لآخر مرة بقولك سيب إيدي. شوف يا أستاذ فؤاد أنت مالكش كلام عليا. أنت مالكش كلام معايا أصلا ومفيش ديل ممكن يحصل ما بيني وما بينك في يوم من الأيام. أما بالنسبة لأبويا فسيرته ما تجيش على لسانك. فاهم؟